السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد، فيديو جديد في قناة المنهاد. راح نديرو الجزء الثاني من النشاط الثاني، صفحة 88. قسمت النشاط على جزئين لأنه طويل ومنحبش الفيديو كي يكون طويل، التلميذ راح يملو. إذا وراح يعني يدي التلميذ الحاجة اللي محتاجها منه. ممكن كاين تلميذ يحتاج فقط الجزء الثاني، صاب فيه دي ديفيكولتي، صاب فيه صعوبات، إذا يشوف الفيديو هذايا برك. إذا نروح مع بعض في إحدى المؤسسات الصناعية. هادو حلينا هما أعزائي التلاميذ، راهم كاينين في فيديو واحد آخر، نحط لكم الرابط. دوكا رانا هنا في الجزء الثاني. في إحدى المؤسسات الصناعية عندي 25% من أصل 200 عاملة هن مهندسات، و 35% من أصل 300 عامل هم مهندسون. ما هي النسبة المئوية للمهندسين والمهندسات معا في هذه المؤسسة؟ هنا هذا السؤال فيه ثلاث خطوات. الخطوة الأولى نصيب عدد المهندسات، الخطوة الثانية نصيب عدد المهندسين، والخطوة الثالثة نصيب النسبة المئوية تاعهم مع بعض. يعني هذا هو الإشكال اللي حبيت ندير عليه فيديو وحده. إذا نبدأ الجزء الأول. إذا أولا رايح نصيب عدد المهندسات، عدد عدد المهندسات. طبعا كالعادة جدول كما درنا في الفيديو السابق، جدول ونوضحوا فيه واش راني حابين نديرو. صح، نكتب شيء لاني عندي واش عندي. عندي نسبة مئوية الفوق، والتحت عندي عدد المهندسات. دائما ندير لابغيفياسيون، يعني ندير الحرف الأول من كل كلمة. إذا النسبة المئوية وهنايا عدد المهندسات. عدد المهندسات نديروها باش ما تعودش عاها، عدد المهندسات. النسبة المئوية 100، ما هو العدد الكلي للعاملات؟ ما هو العدد الكلي للعاملات؟ هو 200 عاملة. إذن هذا هو العدد الكلي اللي يجي تحت النسبة المئوية الكلية اللي هي 100%. هنايا عندي النسبة المئوية تاع المهندسات هو 25، إذن إكس هو هنا. دونك إكس واش يساوي؟ اللي هو عدد المهندسات هو 25 ضرب 200 تقسيم 100. نحكم الآلة الحاسبة تاعنا ونحسبوا. عندي 25 × 25 × 200، عندي 25 × 200 تقسيم 100. بون 25 ضرب 200 تقسيم 100. اوكي دونك 50. عندي اكس يساوي 50. اذا عدد المهندسات هو 50. صح. الان نروحوا ثانيا اللي هو عدد المهندسين. اذا ثانيا عدد باش نكتب بلا تابلت مليح. هنا نقطتان ونديرو الجدول تاعنا ونحسبو. دونك الجدول كالعادة المعتادة، النسبة المئوية الفوق. بون تحبوا تبدلوا ديروا النسبة المئوية لتحت عادي. النسبة المئوية وهنايا عدد المهندسين راح نبدلوها، ما نديروشها عدد المهندسين، ديروا دال. دونك 100%. وشحال كان عدد المهندسين؟ العدد الكلي للمهندسين هو 300. إذا العدد الكلي هو 300. النسبة المئوية هي 35، لكن العدد هو اللي عندنا مجهول. إذا عدد المهندسين الرجال هو 35 ضرب 300 تقسيم 100. نقوم بالحساب. إذا 35 ضرب 300 تقسيم 100.
إذن هو 105. 105، جيد. الآن الخطوة الثالثة، شنو هي الخطوة الثالثة؟ أنا راح نقسم السبورة تاعي باش نكمل في هذا الجزء، باش تبقى دائما الكتابة واضحة لي. إذا هنا في هذا الجزء سنمحي، نمحي هذه سيكواسا. الآن واش ندير؟ رايحة نجمع الجزء الثالث من الدرس أو التمرين، رايحة نجمع العدد العمال الكلي، عدد العمال سواء ذكور وإناث. إذا عدد العمال وش عندي؟ عندي 200 مرأة و 300 رجل، يعني 200 زائد 300 عندي 500 عامل، صح. وعدد المهندسين، عدد المهندسين، المهندسين رجال ونساء في زوج، وش عندي؟ عندي 50 مهندسة زائد 105 مهندس ذكر. إذا كي نجمعهم تعطيني 155 مهندس. نقدر دوكا نصيب النسبة المئوية، صح. ندير الجدول تاعي، الجدول يعاوني باش نترجم المعلومة من في راسي ونكتبها النسبة المئوية. صح، طبعا النسبة مئوية وعدد العمال نديرو عين عين، صح. اذا النسبة المئوية 100%، واش تمثلها؟ يتمثلها العدد الكلي تاع العمال اللي هما 500 عامل، صح. انا نحوس على النسبة المئوية، اذا المجهولة عندي وشنو هي؟ هي النسبة المئوية. دونك اكس تكتب في سطر النسبة المئوية. وعدد المهندسين وشنو هو؟ هو 155. دونك اكس تاعي نقدر نصيبو دوك، وشنو هو اكس تاعي؟ اولا اكس 3 وشنو هو؟ هو 100، يا اخي قلنا نضربو قطريا، الاعداد المتقابله قطريا، 100 ضرب 155 على 500. قلنا يا اخي بون، هذه قلناها في الفيديو السابق، نشوفو قطريا بون نديرها بالاحمر، المتقابلان قطريا. هذا اذا اكس وش يقابل قطريا؟ 500. دونك نكتب 500 لتحتها، واللي متقابلين 100 و 155 نضربهم في بعض. دونك يعني يبقى لي استعمال الاله الحاسبه فقط ونكمل. اكس 3 هي 100 في 155 تقسيم 500. إذا النسبة المئوية للمهندسون سواء ذكور أو إناث هو 31%. نعاود نكتبها مليح. إذا عدد المهندسون أو النسبة المئوية، عفوا النسبة المئوية للمهندسون، اذا في الاخير هذا هو الجواب. الجواب تاع ليك لازم نمر على هذوك المراحل الثلاثه، النسبه المئويه للمهندسين هو 31%. ان شاء الله يكون فهمتوا الدرس. بالنسبه للتلاميذ اللي ما فهموش الدرس، عندكم صفحه تاع الفيسبوك وعندكم اليوتيوب، اكتبوا لي تعليقات لتحت على اي نقطه او على اي عنصر ما فهمتوش، راح طبعا نجاوبكم تو دو سويت. الى اللقاء في فيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو الجاي راح نديرو السرعه المنتظمه ان شاء الله، ومن بعدها مباشره راح ندير فيديو في تطبيقات، تطبيق على التمثيل البياني وتطبيق على النسبة المئوية زائد التطبيق على السرعة المنتظمة، هكا باش نكون هضمنا مليح هذا المقطع. أتمنى لكم يوم طيب.